وعلى مدار 3 أيام متتالية يعقد المؤتمر الاقتصادي، يعقد كمنصة لتبادل وجهات النظر بين الحكومة والخبراء لصياغة خارطة طريق محددة للتحرك فيما يخص مستقبل الاقتصاد المصري. للمزيد من التفاصيل والمتابعة تنضم إلينا من العاصمة الإدارية الجديدة مراسلة التلفزيون المصري جرمين إبراهيم. جرمين، أبرز وأهم أحداث اليوم الأول من المؤتمر وأبرز وأهم ما جاء فيه. نعم ريهام، بعد التحية، يوم أول مثمر من المؤتمر الاقتصادي. منذ قليل انتهت فعاليات الجلسة الثالثة والأخيرة من هذا الحوار المثمر الذي بدأ صباح اليوم في تمام الساعة 10 بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي، الذي شارك في الجلسة الافتتاحية بكلمة تحدث فيها عن الخطوات التي تقوم بها الدولة من أجل الإصلاح الاقتصادي وسط عدد كبير من التحديات التي تواجه الدولة بسبب الأزمة الاقتصادية العالمية التي أثرت على العالم كله. اليوم تم تناول عدد كبير من الموضوعات على مدار 3 جلسات، هي عدد الجلسات التي تم تحديدها لليوم الأول. كانت الجلسة الأولى عن الحديث عن اللمحة عن مؤشرات أداء الاقتصاد المصري على مدار العقود السابقة ومدى قدرة ومرونة الاقتصاد المصري على المواجهة للأزمات الاقتصادية العالمية، وتابعنا فيها إلى جانب كلمة الرئيس عبد الفتاح السيسي كلمة أيضا رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، والذي تحدث عن جهود الحكومة خلال الفترة الماضية لمواجهة الأزمة الاقتصادية العالمية، وتحدث عن ما نتج عن المشروعات القومية التي تقوم بها الدولة من زيادة الناتج المحلي. أيضا تحدث عن عدد كبير من المشروعات مثل حقل ظهر، والذي شارك أو الذي أدى إلا أن مصر تحتل المركز الخامس إقليميا في إنتاج الغاز. تحدث أيضا عن التحديات التي تواجه الاقتصاد المصري، والذي أكد أنه يجب أن يتم ذكر هذه التحديات من أجل وضع خارطة تخص الاقتصاد المصري في المستقبل، وهو الهدف الأساسي لهذا المؤتمر. تحدث أن هناك عدد كبير من التحديات سيتم العمل عليها خلال الفترة المقبلة، مثل يعني ارتفاع معدلات التضخم وتذبذب مشاركة القطاع الخاص. متحدث عن أنه التأكيد على أهمية مشاركة القطاع الخاص هو جزء أساسي من الموضوعات التي سيتم مناقشتها خلال هذا المؤتمر. كان هناك أيضا جلسات تتحدث عن السياسات المطلوبة لتعزيز قدرة الاقتصاد المصري على مواجهة الأزمات، إلى جانب أيضا جلسة أخيرة تحدثت عن السياسات النقدية في ظل التطورات العالمية بهدف الوصول للأبعاد المختلفة لمشكلة التضخم العالمية، والتعرف على أبرز الجهود المبذولة في مصر والعالم لمكافحة التضخم وارتفاع الأسعار. يعني كان يعني حوار مثمر على مدار اليوم بمشاركة مختلف الفئات ومشاركة خبراء اقتصاديين ومستثمرين وممثلين لجهات الدولة. متحدث عن أكثر من 20 جهة حكومية ودولية و500 مشارك سيشاركون على مدار 3 أيام، وهي أيام وفعاليات هذا المؤتمر. يعني بشكل عام حاولت جلسات اليوم وضع سياسات تساهم في تحقيق معدلات نمو اقتصادي شامل ومستدام في ظل التحديات الإقليمية والعالمية، وأيضا تحديد سياسات لتعزيز مساهمة القطاع الخاص في الاقتصاد، إلى جانب وضع الحلول العلمية للتعامل مع التحديات التي فرضتها الأزمة الاقتصادية. الفعاليات مستمرة على مدار غد، وبعد غد سيكون هناك يعني الجلسة الختامية التي سيتم فيها إصدار عدد من التوصيات، وهي ناتج ما تم خلال الجلسات التي حدثت اليوم، وأيضا ستبدأ غدا في تمام الساعة 10 صباحا في هذا الحوار الاقتصادي الهام، والذي دعا إليه الرئيس في وقت سابق يتحقق اليوم بمشاركة مختلف الجهات والفئات، وهو ما أكد أيضا عليه الرئيس عبد الفتاح السيسي في كلمته على أهمية فتح الباب أمام الجميع للمشاركة والإدلاء بآرائهم من أجل وضع خارطة للاقتصاد المصري في المستقبل. أعود إليك مرة أخرى في الاستوديو. أشكرك شكرا جزيلا جرمين إبراهيم، شكرا جزيلا على هذه التغطية الوافية.